تواصل أنقرة عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص رغم العديد من الانتقادات المتكررة من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث أطلقت تركيا برقية ملاحة بحرية تعلن من خلالها عن نقل سفينة التنقيب يافوز إلى جنوب مياه قبرص للبدء في عملياتها داخل المياه القبرصية ابتداء من 18 من الشهر الجاري، مستمرة لمنتصف شهر أغسطس المقبل. ورداً على هذه التحركات المستفزة من الجانب التركي، وجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينديس تحذيراً إلى تركيا من أن أوروبا ستفرض عقوبات قاسية عليها في حال استمرت بانتهاكاتها للحدود البحرية التابعة لها عبر عمليات التنقيب غير القانونية، منوهاً إلى أن بلاده ستلجأ إلى المادة 42 من معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي إذا تجمدت العلاقات مع أنقرة واتجهت إلى مواجهة عسكرية بمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد. وتأتي هذه المناوشات تزامناً مع الجهود التي تبذلها ألمانيا في محاولة لتخفيف التوتر في شرق البحر المتوسط، خاصة مع تزايد نشاطات التنقيب التركية في صورة تتضح من خلالها بسط أنقرة نفوذها وسيطرتها بطريقة غير قانونية على حدود بحرية أوروبية، وتغاضيها النظر على كافة القوانين الدولية المنددة لتلك التحركات غير المشروعة. كما أنه من المتوقع أن تثير أزمة التوتر في الشرق المتوسط اهتمام كل من أثينا وقبرص خلال اجتماعات القمة الأوروبية وفي اللقاءات الثنائية التي ستجرى هذين اليومين في بروكسل.